al شو بيسألوني عن شو عنك يا نور عيوني قال شو بيسألوني عن شو عنك يا نور عيوني. أنا شاف مني بقيت بزوري بنهج مارسيليا وبعدك بتلاقيني بين الغوطة وباب سباح وبعده صدى اسمي على لسانك بطلعت حرب أعلى من أنيني وفوق صريخ تباع الحرب. بعد شقف مني بزوري بالزاهرية وتركت ربع روحي فوق رصيف العزورية كل مرة غسلت وجهي عمرية مترو المدينة قبل الخشبة لحظة حقيقة صعبة جربت أعلى شوي هم في ناس شفتني درجة مليون شقف مني تفرطعت وسكوا ركابي لما فقت بنهار لقيت الواحد اللي فيني منهار متأسف بس كان لازم نط بالنار تاس ما بتعلم غير من كيسي كنت مدمن الوحدة تعيس بيسي مبسوطة بشباط بسنت الكبيسي لحد ما زورني انفجار وفتح شبابيك كان الهوا جوا الغرفة أغمق من النيترات جاي طبل على إزاز مثل بسهرة مع سيدراك انخلع خصري مثل شاب الكبة انهضم عصري وما بكيت وبكيت وهمي انه كان اصلا وسألت نفسي شو اللي باقي بهالخراب وين المعنى بالخطاب هل غرقنا بالنيران مثل شرطة البحرين تحت وابل الامطار بالسنابش لا عزيزي رغم لين الاوتوتيون بعد الراس الراس يابس بس ما بعمري كنت راضي بعرش هامش فرش دافئ خرج ميت جلد حي بشوف امسي وسرج راكد خيلو مات بمرج دابق انا فيني مية علة بس انتو ما بتتبينوا كل ما بيجيكم فاسق تعب عزرائيل مثل لما مات باسل وظفوه تطلعوه هون حتى الموت فاسد جثمين ما تلاقيت كتمين للفيل بالغرف والاعراض الجانبية بلعت مجتمع كامل جر برا وجر جوا بلد شبه مول فرع برا وفرع جوا حكم عهد مد صهر برا وصهر جوا دار السم جبران الشامل